شهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرات حاشدة احتجاجا على زيارة أمير قطر تميم بن حمد الذي يتهمونه بدعم الإرهاب والتطرف وتمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة. وشملت هذه التظاهرات الاحتجاجية مقر البرلمان البريطاني وموقع السفارة القطرية في لندن، بالإضافة إلى عدد من الساحات العامة في العاصمة البريطانية، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات النظام القطري الداعمة للتطرف والإرهاب وتدين انتهاكات نظام الدوحة الجسيمة لحقوق الإنسان. واستنكر المتظاهرون استقبال الحكومة البريطانية لأمير دولة دفعت أكثر من مليار دولار لجماعات إرهابية، في إشارة إلى فضيحة الفدية الضخمة التي دفعها نظام الدوحة لميليشيات إرهابية إيرانية في العراق. هذا وغصت العاصمة البريطانية بمظاهر الرفض الشعبي لزيارة أمير قطر، حيث ملأت الشوارع لافتات وصور مناوية لهذه الزيارة، فيما تصدرت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي رسوما تعكس الرفض الشعبي، شارك فيها آلاف من السياسيين والإعلاميين والمواطنين من بريطانيا والعالم. إلى ذلك بعثت جملة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان رسائل إلى الحكومة البريطانية يطالبون فيها رئيسة الوزراء تريزا ماي بضرورة مواجهة أمير قطر بحقيقة انتهاكات نظام الدوحة لحقوق الإنسان، خصوصا قضية أسقاط الجنسية القطرية عن آلاف المواطنين القطريين، إضافة إلى انتهاكات حقوق العمالة الأجنبية.